الأميرة ميتا ماري تقطف التفاحة مع الأطفال والشبان. سيتم عصر التفاح وستستخدم عائلات العصير في أنشطة تهم اللاجئين. احذر من يقطف التفاح، إنها ولية العهد ميتا مارت. زارت بساتين في ستوفنر في أوسلو لقطف التفاح مع الأطفال هناك. سيصبح التفاح عصيراً والأرباح ستذهب إلى منظمة أنقذوا الأطفال. سيذهب المال إلى أنشطة تهم اللاجئين القادمين إلى هنا. هؤلاء فتية يريدون مساعدة طالبي اللجوء القاصرين واللاجئين الذين يعانون من أوضاع صعبة. رأوا التفاح الذي لا يستهلك ثم قاموا بهذا المشروع. سموه قطف التفاح الأخلاقي، وهو يتعلق بعمل الخير للآخرين. هل كان قطف التفاح ممتعاً؟ نعم،